يعني شرف إحراز هذه الكأس الأفرو آسيوية على اتحال وفاق سطيف الهجوم التصويب والهدف الأول. شاهدوا يعني يثبت المدافع ثم التصويب وهذا هدف 30 سنة. ونتابع هذه الكرة لم تكن يعني مركزة من أكثر عناصر النصر يعني حركة وكانت كرة مرتدة وهناك تسلل فعلا الكرة الثانية من خلال اللقطة الأخيرة لم يحسن استغلالها.